السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنكمل كلامنا في شابتر المانديبولر انجكشن تكنيكس. قبل كده كنا خدنا 4 فيديوهات، تعال نفتكر سريعا احنا خدنا ايه. اول فيديو اتكلمنا فيه عن المانديبولر نيرف بشكل كامل، تاني فيديو اخدنا فيه الانفيريور الفيلر نيرف بلوك، تالت فيديو اخدنا فيه الجو جيتس، اما يا دكاتره الفيديو الرابع اخدنا فيه الفازيراني اكينوزي. النهارده ان شاء الله يا دكاتره هنتكلم عن اللونج باكل نيرف بلوك. انت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تعمل النيرف بلوك لهذا اللونج باكل نيرف. طب واحده واحده، انت محتاج تعمل النيرف بلوك لهذا اللونج باكل نيرف ليه؟ لان انت الوقت لما تعرف هو مسؤول عن ايه فانت هتفهم انا محتاج اعمل له نيرف بلوك ليه. طب واحده واحده، هذا اللونج باكل نيرف هو كان بيطلع منين؟ كان بيطلع لي من الانتيرو ديفيجن بتاع هذا المانديبولار نيرف. طب هو لما بيطلع من الانتيرو ديفيجن بيروح فين؟ هقول لك ان هو بيمشي بالشكل ده، بيمشي يا دكاتره قدام الريموس انتيريورلي الريموس لحد ما يوصل عند السوفت تيشو بتاعت الايت والسوفت تيشو بتاعت السيفن والسوفت تيشو بتاعت السكس. عشان يا دكاتره هذا اللونج باكل نيرف مسؤول عن تغذيه الباكل ميوكوزا بتاعت ال6 وال7 وال8 ومسؤول عن تغذيه البلوستيم بتاعهم. يبقى انت الوقت يا دكاتره لما انت تحب تخدر المنطقه دي فانت محتاج تعمل نيرف بلوك لمين؟ محتاج تعمل نيرف بلوك لهذا اللونج باكل نيرف. حلو؟ ممكن تعمل انفلتريشن في المنطقه دي. لو انت عملت هنا انفلتريشن فانت بتخدر الميوكوزا بس، مش هتخدر الاسنان، عكس الاسنان الثانيه. لو انت عملت انفلتريشن وليكن عند القناين او السنترال او اللاترال انت هتخدر الاسنان. اما هنا يا دكاتره لو انت عملت انفلتريشن في المنطقه دي عشان البون دنس قوي فانت اخرك يا دكاتره اخركم لو انت عملت انفلتريشن وليكن الابره وصلت في المنطقه دي، هنا موجود الميوكوزا وهنا موجود البيروستيوم، ده الميوكوزا وده البيروستيوم، فانت اخرك هتخدر المنطقه دي. فانت عملت يعتبر الشغل بتاع مين؟ الشغل بتاع هذا اللونج باكل نيرف، ولكن على سنه واحده. وليكن انت عملت انفلتريشن على السيفن هنا فانت بتخدر الميوكوزا بتاعت السيفن بس، لا السكس هتتخدر ولا الايت هتتخدر. حلو؟ ده يا دكاتره لو احنا هنشتغل على سنه واحده. طب افرضهم ان احنا هنشتغل على 6 و7 و8 وهنخلعهم هما الثلاثه، هل يا دكاتره بالعقل كده هنعمل انفلتريشن؟ هنغز هنا غزه وهنغز هنا غزه وهنغز هنا غزه، ولا اعمل نيرف بلوك مره واحده؟ اعمل نيرف بلوك، وخصوصا ان اللونج باكل نيرف بلوك من اسهل التكنيكس اللي ممكن تعملوها في حياتكم. اتفقنا؟ يبقى دكاتره عشان اخدر هذه الميوكوزا احنا عندنا طريقين، اما طريق الانفلتريشن فهنا انت بتخدر الميوكوزا بتاعت السنه دي بس، واما يا دكاتره عندنا الطريق بتاع مين؟ بتاع النيرف بلوك، والنيرف بلوك هتخدر هذا اللونج باكل نيرف، فبالتالي يا دكاتره السوفت تيشو او الميوكوزا بتاعت اللور مولرز كلهم هيتخدرهم. اتفقنا؟ دي يعتبر النقطه اللي حبيت اشرحها في الاول لان مهمه جدا جدا جدا. طب تعالوا نعرف مع بعض انا ازاي يا دكاتره بعمل نيرف بلوك. الانفلتريشن ما فيهوش كلام، تعال بقى نعرف النيرف بلوك. احنا دلوقتي اتفقنا ان هذا اللونج باكل نيرف بينزل ازاي؟ بنلاقيه يا شباب بينزل من عند الانتيريور سايد بتاع هذه الريموس، نازل بالشكل ده عشان يغذي المنطقه دي، منطقه الايت، منطقه السيفن، ومنطقه السكس، السوفت تيشو اللي هنا والبروستيم بتاعهم. حلو الكلام؟ تمام. طب بالعقل كده لو انت عايز تخدر وتعمل نيرف بلوك للنيرف ده هتروح فين؟ بصوا يا شباب بسيطه جدا جدا جدا، بتمشوا بالشكل ده ابسي لاترال. هل انت بتدخل كونترا لاترال زي النوع بتاع الجوجيتس وزي النوع بتاع الانفيرو الفلر نيرف بلوك؟ لا، انت بتمشي ابسي لاترال من نفس الاتجاه، بتقول ماشي بالشكل ده لحد ما توصل يا دكاتره، وهقول لكم بالظبط فين؟ في المنطقه دي. اول ما توصل في المنطقه دي وتعمل تاتش بون خفيف هتقوم يا دكاتره عاملين الانجكشن بتاعكم بيكون 3 من 10 مللي بس كده. طب واحده واحده كده فهمني، انت بعد ما وردني على المانديبول واحده واحده، وليكن يا دكاتره هنا موجود الايت، هنا موجود السيفن، هنا موجود السكس. دلوقتي يا دكاتره ببص من الاوكلوزال بلين. حلو؟ دلوقتي ببص من الاوكلوزال بلين، انت بتدخل فين بالظبط؟ انا بمشي بالنيدل بالمنظر ده، اوكي، يعتبر بقل صح للايد وديستال للايد، دي يعتبر يا دكاتره المنطقه بتاعت الانسرشن، دي يعتبر النقطه اللي انت بتعمل فيها انسرشن للنيدل. يبقى يا دكاتره بالنسبه للتارجت اريا انت بتعمل انسرشن فين؟ هتقوم قايل لي بقل اند ديستال لمين بالظبط؟ لاخر مولر موجوده، وليكن اخر مولر موجوده هو السيفن، ماشي، اخر مولر موجوده هو الايت، ماشي. يبقى انت دلوقتي بتعمل انسرشن التارجت اريا بتاعتك تاني، بتعمل انسرشن في منطقه موجوده فين بالظبط؟ موجوده دكاتره زي ما انتم شايفين اهو، بقل بقل وديستال وديستال، اهو بقل وديستال لمين؟ للايت. هنا المنطقه بتاعت الانسرشن هتدي 3 من 10 مللي بتوعك والسلام عليكم. اخدت بالكم؟
تكنيك بسيط وسهل جدا 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 جدا. يبقى التارجت اريا بتاعتنا عرفنا دكاتره ان احنا بنمشي بقل وديستال للايت مثلا عشان اوصل لمين. ما انت فاهمني انت عايز توصل لمين؟ انا عايز اوصل لللونج بقل نيرف. تمام. هو اصلا نازل فين؟ هتقوم قايل لي نازل انتيريور للريموس، فدي يعتبر التارجت بتاعك زي ما احنا شفنا على المانتبول. اتفقنا؟ بسيطه جدا 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 يا شباب. طب ايه هي اللاند ماركس وكل الامور دي؟ ان شاء الله هنعرفها كالعاده في الفيديو الكلينيكال بتاعنا. تعال نشوف الفيديو الكلينيكال وبعد كده نرجع البورد تاني. فيلا بينا يا شباب عشان نفهم مع بعض ازاي النيرف بلوك ده بيحصل. زي ما احنا عارفين وزي كل مره انت بتيجي بالايد الشمال بتاعتك اللي انت مش بتشتغل بيها اللي احنا بنسميها النون دوميننت هاند، وبتقوم يا شباب ماسكين المنطقه كالعاده بتاعت هذه الكرونويد نوتش، وبتقوم ايه شد التيشو، بتعمل اتراكشن للتيشو لبره زي ما احنا متفقين. دلوقتي يا شباب بعد ما احنا وصلنا للنقطه دي وبعد ما احنا عملنا اتراكشن بالشكل ده، تعال نشوف بقى مع بعض ونركز قوي ونعمل زوم ان عشان نشوف احنا بنتارجت ايه بالظبط وعايزين نوصل لايه. نبص كده يا شباب ايه هي اللاند ماركس اللي موجوده معانا. واحده واحده نقف هنا شويه. شايفين يا شباب هنا موجود مين؟ هنا موجود وليكن اللور 8 صح. انا بعمل ايه؟ انا بمشي موازي للاوكلوزال بلين اللي تحت صح. هو ماشي حرفيا دلوقتي موازي ليها، لا رافع النيد اللي فوق ولا منزلها لتحت. هو حرفيا لو جيت تعمل اوكلوزال بلين كده هتلاقي ان النيد ماشيه مع الاوكلوزال بلين، موازيه للاوكلوزال بلين. تاني نقطه يا شباب، احنا عندنا هنا وليكن اللور 8، مش انا قلت لك احنا بنمشي او السايت اوف انسيرشن بتاعتنا موجوده بقل اللور 8؟ ايوه بقل اهي، وفي نفس الوقت هي ديستال اللور 8؟ ايوه ديستال اهي. فدي دكاتره يعتبر السايت اوف انسيرشن هتدخلهم في حدود من 1 الى 2 مللي تمام، وبتخلي البيفل بتاعتك ناحيه البون. طالما في بون فالبيفل بيكون ناحيه البون، وتقوم عامل الانسيرشن بتاعك. الانسيرشن بتاعك بيكون قد ايه؟ بيكون دكاتره 3.1 مللي لتر. تكنيك بسيط وسهل جدا 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 جدا. هنا استخدمنا لونج نيدل. طب ليه انا استخدمت لونج نيدل؟ لان الدكاتره اصلا في معظم الاحيان انا لما اجي اعمل هذا التكنيك بيكون متبوع بمين؟ بالانفيريو الفيلر نيرف. يعني انت بتعمله في نفس الثانيتين بتوع الانفيريو الفيلر نيرف بلوك، فهي نفس النيدل. اوكي ده رقم واحد. رقم اثنين كده كده المكان بعيد، وعشان المكان بعيد انت حرفيا بتارجت منطقه بعيده، وعشان منطقه بعيده تمام هتقوم مستخدم اللونج نيدل. انت عشان منطقه بعيده ما قلتش انت بتعمل انسيرشن لمسافه كبيره، لا ده الانسيرشن بتاعك النيدل حرفيا بيدخل منها 1 أو 2 مللي فقط، اما المنطقه هي اللي بعيده من عشان كده انت تقدر من خلالها بتستخدم هذه اللونج نيدل. اتفقنا يا شباب؟ دي يعتبر النقطه دي كامل اتكلمنا عنها بالتفصيل. اللونج بقل نيرف بلوك من اسهل التكنيكس ومن اقصرهم وما فيهوش اي كلام خالص. تعالوا يلا عشان نرجع البورد. يلا يا شباب عشان نلخص الكلام اللي احنا اخدناه، احنا اتفقنا على التارجت اريا بتاعتي انا عايز اوصل ليه. عرفنا ان احنا عايزين نوصل عند المنطقه دي بالظبط، لان المنطقه دي من خلالها نقدر نعمل النيرف بلوك، متفقين عليها. طب بالنسبه لللاند ماركس احنا اتفقنا عندنا ميوكو بقل فولد وعندنا دكاتره المانديبولار مولرز. استخدمنا المانديبولار مولرز وميوكو بقل فولد عشان اقدر اوصل لمين؟ عشان اقدر اوصل للمنطقه بتاعه السايت اوف انسرشن. فهنا دكاتره عندنا حاجتين عرفناهم، المانديبولار مولرز والميوكو بقل فولد، وده اللي اتضح جدا جدا في الفيديو العملي اللي احنا شفناه دلوقتي. طب بالنسبه للسايت اوف انسرشن عرفنا دكاتره هي منطقه زي ما احنا كاتبين هنا بقل وديستال لاخر بالعربي اهو لاخر مولر. حلو الكلام؟ تمام. طب يا دكاتره السيرنج بتاعتنا بتمشي من نفس الاتجاه، بتمشي ابسي لاترال. يعني ايه ابسي لاترال؟ يعني من نفس الاتجاه بالظبط يا شباب، بندخل من نفس الاتجاه زي ما انتم شايفين كده. انا عايز اخدر النرف ده فبدخل من نفس الاتجاه. حلو زي الفل، فدي يعتبر السيرنج. طب السيرنج يا شباب بوجهها ازاي؟ بتكون يا دكاتره ماشيه موازيه لللور اوكلوزال بلين. طب احنا بنكون لينجوال للاوكلوزال بلين ولا بقل ليه؟ طبعا بنكون بقل ليه زي ما احنا اتفقنا دلوقتي. طب بالنسبه لدكاتره النيدل، النيدل بيكون لونج نيدل. ايه هو السبب؟ هل بستخدم لونج نيدل عشان البنتريشن كتير؟ لا، انا بستخدم لونج نيدل لان الدكاتره اللي كنت مستخدمها عشان اعمل انفيرو الفيلر نيرف بلوك، لان طبيعي جدا لما اجي اعمل لدكاتره هذا النيرف بلوك اللي هو اللونج بقل نيرف بلوك فانا بعمله بعد الانفيرو الفيلر نيرف بلوك، ده حاجه احنا متفقين عليها. حلو، فانا بستخدم لونج نيدل تمام، مع ان الانسرشن انت بتدخل قد ايه جوه التيشو؟ بتدخل فقط 1 أو 2 مللي داخل التيشو، ده البنتريشن بتاعك فقط لا غير، بتدخل 1 أو 2 مللي. حلو الكلام زي الفل، ده يعتبر حته البنتريشن وده يعتبر اللونج نيدل. طب بالنسبه للجوج 25 27 مش فارقه قوي. طب بالنسبه للبيفل طالما في بون فهي دكاتره بيكون ناحيه البون. اتفقنا يا شباب زي الفل. سؤال ام سي كيو يقول لك
في حاله هذا اللونج باكل نيرف بلوك في اغلب الاحيان بنستخدم هتقوم قايل لي لونج نيدل. حلو الكلام. طب والسبب؟ هل انت بتعمل او بتستخدم لونج نيدل عشان البنتريشن كتير؟ لا، انا بستخدم لونج نيدل لان اوريدي كنت لسه مستخدمها من ثانيه واحده في عمل الانفيريو الفلر نيرف بلوك. اتفقنا يا شباب؟ بس كده، دي يعتبر حصه النهارده كامله، حصه بسيطه وسهله جدا. ان شاء الله دكاتره المره الجايه هناخد المنتال نيرف بلوك. يلا، السلام عليكم.